السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله جيت لكم بخبر جديد وحصري من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص إلغاء الامتحان الموحد المحلي وتعويضه بفروض موحدة على صعيد المؤسسة. إذا بقوا معايا باش نعرفوا الحيثيات ديال هذا الموضوع وشنو كاين في هذه المذكرة. أولا واحد الملحوظة، هذا الفيديو غادي يكون طويل شوية، غادي نحاول نختصر له ماكسيموم. إذا كان عندك اهتمام بهذا الموضوع بقى معايا حتى الاخر ديال الفيديو ومرحبا بك. اذا المذكره هي هذه، مذكره 80 صادره في 2021، موضوعها وهو تاطير اجراء المراقبه المستمره للموسم الدراسي 2021-2022. فوقاش خرجت هذه المذكره هو اليوم 15 سبتمبر 2021. اذا هادشي كامل ما كيهمناش، حنا كيهمناش شنو كاين في هذه المذكره. اذا حنايا في هذه المذكره غادي يهضروا على فروض المراقبه المستمره بصفه عامه، ما كيهضروش فقط على المستوى السادس ابتدائي والمستوى الثالثه اعدادي. اذا اولا عندنا فروض المراقبه المستمره. فروض المراقبه المستمره فيها جوج، فيها فروض المراقبه المستمره الصفيه وفيها فروض المراقبه المستمره الموحده على صعيد المؤسسه، وهذه هي الحاجه اللي جديده في هذا العام. مازال يعني ابتداء من هذا العام غادي يديروا هادشي. شوف، تتوزع فروض المراقبة المستمرة بالمستويات الانتقالية والمستويات الإشهادية. المستويات الانتقالية يعني مثلا الأول الثاني الثالث الرابع الخامس والسابعة والثامنة والسانكيام إلى غير ذلك. إذا هذه مستويات انتقالية، صافي كيقول لك كتوزع على هذا الأساس. إذا فروض صفية، شنو الفروض الصفية؟ هما الفروض اللي كنا كنديروهم عاديين، مثلا في المستويات الابتدائية كل دورة فيها جوج ديال الفروض في كل مادة، صافي هذوما فروض صفية. وفروض موحدة على صعيد المؤسسة، شنو معنى ديال هذه؟ يعني واحد الفروض اللي غادي يكونوا موحدين على جميع الوحدات المركزية والفرعية. مثلا أنا خدام في واحد الفرعية معينة، غادي يكون عندي نفس الفرض اللي دايرو التلاميذ ديالي هو نفسه اللي دايرو الأستاذ في المركزية مثلا، مفهوم؟ إذا كتكون فروض موحدة، وهذه هي الإضافة اللي داروها دابا، يتم فيها الاقتصار على التعلمات الأساسية بالسلكي الابتدائي والثانوي الإعدادي والمواد المميزة للشعب والمسالك بالثانوي التأهيلي. بالنسبة لفروض المراقبة المستمرة الصيفية بلا ما نهضروا عليها، هذه أصلا كنديروها في كل عام وجوج ديال الفروض في كل دورة، صافي هذه معروفة. الجديد هو فروض المراقبة المستمرة الموحدة على صعيد المؤسسة. إذا بالإضافة إلى فروض المراقبة المستمرة الصيفية يجرى حضوريا فرد واحد وموحد على صعيد المؤسسة في كل أسدس. كيفاش؟ مثلا في الدورة الأولى دوزتي الفرد الأول مع الأستاذ ديالك والفرد الثاني مع الأستاذ ديالك، الفرد الثالث، ماشي فرد ثالث، هو يسمى فرد موحد على صعيد المؤسسة. يعني كما قلت لكم غادي يكون فرد واحد فيه مجموعة من المواد، يعني فرد في كل مادة على صعيد المؤسسة. يعني عندنا مثلا واحد الابتدائية فيها بزاف ديال الفرعيات، 6 ديال الفرعيات، كلهم مثلا اختاروا المستوى الرابع، كلهم غادي يكون عندهم نفس الفرد، صافي غادي تسمى فرد موحد على صعيد المؤسسة، ما عدا الأسدوس الثاني للسنة الدراسية الختامية لكل سلك تعليمي. هذه معروفة، يعني مثلا الأول الثاني الثالث الرابع الخامس هذوما كاملين غادي نوليو نديروا لهم الفروض العادية الصفية وفرد واحد في كل دورة، في الأخر كل دورة غنوليو نديروا فرد موحد على صعيد المؤسسة في كل مستوى، إلا السادس ابتدائي غادي نديروا لهم فرد موحد على صعيد المؤسسة في الدورة الأولى والدورة الثانية لا. علاش؟ حيت عندهم أصلا امتحان إقليمي، صافي؟ نفس الشيء بالنسبة للتاسعة، السابعة والثامنة غادي يدوزوا فرد موحد على صعيد المؤسسة في الدورة الأولى وفي الدورة الثانية، ولكن التاسعة غادي يدوزوا فرد موحد على صعيد المؤسسة في الدورة الأولى، ولكن في الدورة الثانية عندهم امتحان جهوي. ويحل فرد المراقبة المستمرة الموحد على صعيد المؤسسة للأسدوس الأول من السنة الختامية لكل من السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي محل امتحان الموحد المحلي. اش كيقول لك دابا هنا؟ كيقول لك بأن الموحد المحلي ما بقاش غنديروا امتحان ديال الموحد المحلي، ولينا غادي نديروا فرد موحد على صعيد المؤسسة كما باقي المستويات. احنا يعني اذا بالنسبه للتاسعه غادي يدوزوا في الدوره الاولى في الاخر كما اي مستوى غادي يدوزوا فرد ديال الموحد على صعيد المؤسسه في المواد الاساسيه بطبيعه الحال. حنا ما نشوفوا المواد اللي فيهم هاد الامتحانات. ها هي تنصب فروض المراقبه المستمره الموحده على صعيد المؤسسه على مجالات التعلمات الاساسيه بالابتدائي والثانوي الاعدادي وعلى مواد المميزه للشعب والمسالك بالثانوي التاهيلي، هي اللي قلناها الفوق. هاد السادس ابتدائي في عوض ما دير الامتحان المحلي غادي دير دابا فرض موحد على صعيد المؤسسه فين؟ في اللغه العربيه، في اللغه الامازيغيه اللي كانت عندكم، في اللغه الفرنسيه، وفي الرياضيات والنشاط العلمي. هذه بالنسبه للسادس. اذا كنتو كدوزوا الاجتماعيه وكدوزوا التربيه الاسلاميه، هذوما بجوج بهم ما بقاوش. بالنسبه للثالثه اعدادي
اللي هي التسعة، هتدوزو في اللغة العربية، في اللغة الفرنسية، في الرياضيات والعلوم والفيزياء، العلوم الطبيعية والفيزياء، صافي. بالنسبة للثانية بكالوريا، فرض في كل مادة دراسية مميزة للشعبة أو المسلك اللي يشملها الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، بالإضافة إلى فرض في اللغة الفرنسية وفرض في اللغة الأجنبية الثانية. مزيان. بالنسبة للثانية بكالوريا اللي كيكون في الباك وعنده الامتحان الوطني، كيدوزو في كل مادة مميزة للامتحان الوطني، مثلا الناس ديال الآداب عندهم في الامتحان الوطني الفلسفة، يعني فرض غادي يدوزو في الفلسفة في الآخر ديال الدورة الأولى، فرض يعني على صعيد المؤسسة، بالإضافة للغة الفرنسية واللغة الأجنبية الثانية، يعني الأونجلي ولا الإسبانيولية على حسب اللغة اللي خاطر نتاعي. مزيان. إذا يتم حصر مجال تغطية كل فرد من فروض المراقبة المستمرة على صعيد المؤسسة بالنسبة لكل مادة، يعني كيحدوا الموضوع ويحدوا كذلك الدروس اللي داخلين في هذا الفرد. وعند الاقتضاء يمكن المؤسسة التعليمية التي عرف فيها سير الدراسة تعثرا كبيرا. إذا كيقول لك هنا في هذه الفقرة هذه بأنه المؤسسة اللي وقع فيها مثلا تعثر في الدراسة ممكن يديروا واحد الالتماس للمديرية الإقليمية باش يديروا لهذا الفرد المحروس الموحد على صعيد المؤسسة. ثانيا، تدبير فروض المراقبة المستمرة الموحدة على صعيد المؤسسة. كيفاش كيكون هذه الفروض المراقبة المستمرة على صعيد المؤسسة؟ كيفاش كتكون؟ إذا يتولى مدير المؤسسة تحديد المواعيد، إذا مدير المؤسسة هو المسؤول على تحديد المواعيد لإجراء ديال هذه الفروض، وذلك طبعا على حسب المقرر الوزاري، صافي. أولا، إعداد واعتماد برمجة لإجراء الفروض الموحدة على صعيد المؤسسة حسب المستويات المواد بتنسيق بين، إذا كيتم التنسيق ما بين رئيس المؤسسة اللي هو المدير والأساتذة المعنيين وكذلك المفتشين، وبحسب حجم المؤسسة وعدد الأقسام والتلاميذ، اعتماد نظام التفويض. ثانيا، تكليف أساتذة المؤسسة المعنيين بإشراف المفتشين التربويين المختصين بالاطلاع بمهام إعداد اختبارات حسب المواد والمستويات المعنية مع ضمان سريها وتوفير الحراسة اللازمة عند الإجراء وإنجاز عملية التصحيح ومسك النقط، هذه باينة كما اللي كنا كنديروها في الامتحانات، يعني الاساتذه كيتجمعوا كيديروا نماذج ديال الاختبارات ديال هذه الفروض على صعيد المؤسسه بالتنسيق كذلك مع الساده المفتشين ورئيس المؤسسه اللي هو المدير. ثالثا، التنسيق مع جمعيه امهات واباء واولياء التلاميذ والتلميذات وباقي شركاء المؤسسه من اجل تعبئه الموارد الاضافيه الضروريه لاجراء هذه الاختبارات في ظروف ملائمه. كذلك كيتم التنسيق مع جمعيه امهات واباء واولياء التلاميذ، يعني كتقول لهم هاد الفرد الموحد على صعيد المؤسسه كيفاش كيتم، ولا بغيتوا شي حاجه كيتم التدبير ديالها مع جمعيه الاباء. ثالثا، كيفيه احتساب نقاط فروض المراقبه المستمره. دابا غادي نعرفوا كيفاش نحسبوا النقطه ديالنا اللي غادي نجيبوها في الاخر، يعني بالاعتماد ديال هذا الجديد اللي هو فروض المراقبه المستمره الموحده على صعيد المؤسسه. اذا يتم اعتماد النقط المحصل عليها في المراقبه المستمره المنجزه حضوريا للمواد الدراسيه بالمستويات الانتقاليه والمستويات الاشهاديه مرجحه بمعاملاتها لحساب معدلات الدوريه والسنويه للمتعلم والمتعلمه وفق ما يلي. اولا، يتحدد وزن كل مكون من مكوني المراقبة المستمرة عند حساب المعدل السنوي للمراقبة المستمرة بالمستويات الانتقالية للأسلاك التعليمية كالتالي. شوف، المراقبة المستمرة الصفية 50%. دابا شنو هي المراقبة المستمرة الصفية؟ هي المراقبة المستمرة شحال هذه؟ يعني كدوز الفرد الأول والثاني وكنقسموا على جوج كل مادة. مزيان. والمراقبة الموحدة المستمرة على صعيد المؤسسة هذه 50%. يعني شحال هذه كانت فقط عندنا المراقبة المستمرة الصفية، دابا ولات عندنا مراقبة مستمرة صفية ومراقبة مستمرة موحدة على صعيد المؤسسة، ولات 50% 50%. ثانيا، ويتحدد وزن كل مكون من مكوني المراقبة المستمرة عند حساب المعدل السنوي العام للمراقبة المستمرة بالمستويات الإشهادية حسب الأسلاك التعليمية كما يلي. دابا كيفاش كنحسبوا؟ السكل الابتدائي 50-50، السكل الثانوي إعدادي كذلك 50-50، والسكل الثانوي التأهيلي 50-50، ولكن غادي نعرفوا هذه الطريقه كيفاش 50% 50% بواحد الجدول غادي نشوفوه دابا. ثالثا، يتحدد وزن كل مكون من مكوني المعدل السنوي العام بالمستويات الاشهاديه، دابا المستويات الاشهاديه يعني السادس والتاسعه. بالنسبه للسلك يعني الدروس الابتدائيه يعني السادس، تحتسب نتائج المراقبه المستمره الفصليه والموحده على صعيد المؤسسه بنسبه 75%. شنو كيديروا؟ يعني المراقبه المستمره الصفيه والمراقبه المستمره الموحده على صعيد المؤسسه هذه كتمثلنا 75% من النقطه، ياك؟ وتحتسب نتائج الامتحان الموحد الاقليمي بنسبه 25%، يعني ديك 25% اللي كتبقى هذيك ديال الامتحان الاقليمي ديال نهايه السنه، هذه بالنسبه للسادس. وبالنسبه للسلك الاعدادي يعني التاسعه، تحتسب نتائج المراقبه المستمره الفصليه والموحده على صعيد المؤسسه بنسبه 50%، يعني الفصليه والموحده على صعيد المؤسسه 50%،
و 50% ديال الامتحان الجهوي اللي كيدوزوا في الاخر. يحتفظ الامتحان نيل شهاده البكالوريا بنفس المكونات واوزانها المحدده له طبقا للقرار المنظم لهذا الامتحان، وهي كالتالي: 25% لمكون الامتحان الجهوي، هذه 25% الجهوي، و 25% للمراقبه المستمره للسنه الختاميه السلك، و 50% امتحان الوطني. إذن هنايا بالنسبة للبكالوريا ما كيتغير والو، صافي مزيان. رابعا استثمار نتائج مراقبة مستمرة، حنا ما نقراوش هادشي كامل ما كيهمناش. هنا الجدولة الملحقة، ها هنا غادي نفهموا دابا هنايا الناس ديال السادس يتبعوا معايا كيفاش غادي نحسبوا النتيجة ولا المعدل السنوي. مكونات الإشهاد وأوزانها لنيل شهادة الدروس الابتدائية. شوف دابا هادي اللي كاينه هنا، هذه المراقبة المستمرة الفصلية اللي قلنا هي كدير 50%، واللي قلنا هي زائد الموحدة كيديروا 75% من النقطة. ركزوا معايا، هذه هي المراقبة المستمرة العادية ديال دائما الفرد الأول الفرد الثاني وقسم على جوج. هذه غادي تكون شنو غادي تكون؟ غادي تكون ديال الدورة الأولى زائد الدورة الثانية مقسومة على جوج، كتعطينا 50% هذه، صافي. إذا كيكون فيها كاع المواد اللي كنقراوهم، هذه باينة. دابا أرندوزو الفروض المراقبة المستمرة الموحدة على صعيد المؤسسة اللي كتمثل كذلك 50%، واللي قلنا كنديرو فيها فرض في الدورة الأولى في الآخر ديالها وفرض في الدورة الثانية في الآخر ديالها. هادشي بالنسبة للمستويات غير الإشهادية، وبالنسبة للمستويات الإشهادية يعني بحال السادس غادي ندوزو فقط فرض واحد في الأخير في المواد الأساسية اللي هما هادو: اللغة العربية والفرنسية النشاط العلمي والأمازيغية إلا كانت. ها مزيان، هذه دابا المراقبة المستمرة العادية والمراقبة المستمرة الموحدة 50-50 يمثلوا لنا 75% من النقطة ديال الامتحان. هذا هو الوزن ديال هادو مبجوج في النقطة الإجمالية أو المعدل السنوي ديال السادس ابتدائي. بالنسبة ل 25% اللي كتبقى هي وزن مكون الامتحان الموحد الإقليمي من النتيجة الإجمالية، واللي كنعرفوا بأننا كندوزو في اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات والنشاط العلمي، صافي. إذا زادت النشاط العلمي، شحال هذه ما كانش النشاط العلمي في الدورة الثانية ديال الامتحان الموحد الإقليمي. إذا فهمنا بالنسبة للسادس ابتدائي غتولي 25% بالنسبة للامتحان الإقليمي و 75% بالنسبة لكل من المراقبة المستمرة الفصلية اللي هي المراقبة العادية اللي فيها جوج فروض في الدورة، والمراقبة المستمرة الموحدة على صعيد المؤسسة اللي هي 50%، وغادي تكون فقط في 4 ديال المواد: العربية والفرنسية والنشاط العلمي والرياضيات وكذلك الأمازيغية، صافي. دابا غادي ندوزو للناس ديال التاسع، هاو الجدول رقم 2 مكونات الإشهاد وأوزانها لنيل شهادة السلك الإعدادي. مزيان، إذا هنايا دائما 50-50 بالنسبة للمراقبات، هذيك زير معايا المراقبة المستمرة الفصلية والمراقبة المستمرة الموحدة على صعيد المؤسسة 50-50 دائما. دابا حنايا بالنسبة للمراقبة المستمرة في التاسعة كتمثل 50%، المراقبة المستمرة العادية كتمثل 50% من ديك 50%، صافي. والفروض ديال المراقبة المستمرة على صعيد المؤسسة اللي غادي يدوزوا فقط واحد في الدورة الأولى هذا 50%، يعني غادي دير هنايا شنو غادي دير هنايا؟ هذه الدورة الأولى والدورة الثانية مقسومة على جوج هي 50%، زائد الدورة ديك الفرد اللي دوزتو في آخر الدورة الأولى اللي هو الفرد الموحد على صعيد المؤسسة كيمثل 50%، وغادي تجمعوا هذيك هي 50% ديال المراقبة المستمرة، وال 50% الأخرى هي ديال الامتحان الموحد الجهوي كدوزوا فيه اللغة العربية اللي بالمعامل 3، واللغة الفرنسية بالمعامل 3، الرياضيات بالمعامل 3، التربية الإسلامية والاجتماعية وعلوم حيث الأرض والعلوم الفيزيائي كلهم معامل 1، صافي. إذن 50% 50% هاد 50% دخل فيها 50% ديال المراقبة المستمرة الفصلية اللي هي عادية، والمراقبة المستمرة الموحدة على صعيد المؤسسة 50%. إذن هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو، كنتمنى لكم كل توفيق والنجاح. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.